السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم العصير المعتمد عندي بلافوكا بدون سكر، كيجي بنين بزاف وخاتر ما تشبعوش منه بدون سكر. إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوه بالصحة والراحة. وما نطولش عليكم ندوزو الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو واحد لتر من الماء يكون بارد من الثلاجة، وغادي نحتاج 11 حبة ديال التمر، ممكن تزيد وممكن تنقصوا. جوج معالق ممسوحين كبار ديال الحليب المجفف بودرة، وعندي شوية ديال اللوز كياس واحد، المهم غير واحد الحفينة هكا ديال اللوز. المهم مكونات كاملين كنشدوهم. بالنسبة للفواكه البنان ولا بكرة كننقيوهم وكنضيفو المكونات كاملين في واحد الكاس. المهم بالنسبة اللي عندهم الخلاط الكهربائي اللي كيكون بالكاس داك الكبير غديفو المكونات كاملين وكتخويو عليهم الماء. بالنسبه لي انا ما عنديش داك الكاس الكبير الخلاط الكهربائي، عندي غير الميكسور داك البرا ميكسور. انا كنخدم بهذه الطريقه هذه لان ما عنديش كاس كبير فين غنضيف المكونات كاملين ونخلطهم دفعه واحده. داكشي علاش قسمت المكونات على جوج ديال المرات. والافوكا هاد الايام راها موجوده ورخيصه، خدينا كيلو ديال الافوكا هاد البلديه الحريشه، راه زوينه وبنينه بزاف ب15 درهم. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش دايره، ما نعاودش لكم كيفاش كتجي في الشلاضه وفي العصير وكذا، زعما شي حاجه زوينه بزاف. صافي من بعد كنخوي الماء وغادي نميكسي هاد المكونات هادو. من بعد ما ميكسي هاد العصير هذا غادي نصفيه. المهم كنحيد غير هذاك، المهم هذاك الحشف ديال التمر، مع التمر شويه هو معسل وكل شيء ولكن شويه بحال شاد في راسو. علاش قلت لكم في الاول خدموا بالتمر يكون رطب ويكون معسل هكايا باش يعني يتطحن مزيان، ما يبقاش كاع يبان كاع، تقدروا ما تحتاجوش كاع نهائيا تصفيوه. صافي من هنا من بعد ما صفيت العصير غادي نديرو في الكاس او في القرعه اللي غادي نقدموا فيها هذا العصير هذا. تبارك الله راه كيجي خاتر وكيجي بنين بزاف بدون سكر، غير بهذاك التمر تبارك الله راه كيولي زعما كيحليه، ما نحتاجوش كاع السكر. صافي وكنقدمو بالصحة والراحة كما كتشوفوا معايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا ديال اليوم بدون سكر، كيجي خاتر وبنين بزاف، ما تشبعوش منه، تشربوه في اي وقت. وكنقول لكم الصحه والراحه. و الى عجبكم هذا الفيديو هذا فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم تبارطاجيوه، ما تبخلوش ليا بواحد جيب لي تشجيع. وكنقول لكم مع فيديو جديد، مع السلامه.